آداب قضاء الحاجة. المسلم إذا أراد إتيان البول أو الغائط لابد له من آداب. خنزر شيء حشت قوتش در تنا لاس يوتر دوي ده حشت قوتش در نشت غويتش خينها تنا شيء أدب شدو دين حديقك. يجب أن يستتر عن أعين الناس وجوبا. ده واجب دوتون ده حن ناغ تعليج خلال دعت أحسن خلال إتحاني نقروج. إما ندخل في هذه الحمامات أو يستتر بحائط بسيارة بشجرة. يا ويد تأحيل وين نشتغش حغيري وين وان يل يا مش عند إيحاء يتحن بينت إيحاء شان أوقع والله ها تعليج خليه شوية. أو يبتعد. يقين ولا إيه؟ نعم لابد أن يمتنع عن ذكر الله. يخ الله حق ورغه صوتي الله حق توتو. ولا يدخل بمصحف بكتب العلم. يخشى نشتق شيع وش خناها شيء تاني قرآن حتى يوتو يا علم دولشتها جين حتى يوتو شيء تاني. قبل أن يدخل يقول. شيع ولي أولتو. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يعني يقول هذا الدعاء. يدعى هذا تو شيع وش. ويقدم الرجل اليسرى عند الدخول. أروكوا جتاني حلقة تشويح أولي. وعند الخروج يقدم الرجل اليمنى. يخشى أروش هنا حأتوكوا جتاني حلقة أولي. ويقول غفرانك يقول هذا الدعاء غفرانك. إدواش أولت. نعم. لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قبلة تنجح شيء يحتن أو تعير زنات سخوي يشي بوق تنجح تعبير زنات سخوي. لا يأتي الحاجة في أماكن يؤذي بها الناس كما أماكن جلوس الناس أو تحت الأشجار. نعم. يخا ناغن تحن تنا ظلم خردوش نو قلو خريوش ميت حشت قوش صدو تو خليل تناخ وحوش صدو عشمت كه. لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري. يخا شيء كذك دول حشت قوش صدو تو لهج دول خيتشو. لا يمس ذكره بيمينه. يقول شيء بيحكي ميتة شيء إهتو كي قد دعت حقلاه.